تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الواد من حجز كمية من الأقراص المهلوسة وتوقيف شخص في العقد الرابع من العمر تفاصيل العملية جاءت جاءت عقب ورود معلومات حول عزم أحد الأشخاص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية نقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن حافلة لنقل المسافرين ليتم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيفه وحجز 1200 قرص مهلوس بعد استيفاء كافه الاجراءات القانونيه سيتم تقديمه امام الجهات القضائيه المختصه